بيش كذا ومنا تلقاني قدام الباب تاع الصالون غير تدخل دكاري دري هكذا ومنا نقعد ندور انا ما دير سمير زعما تعرفو اه ما تمسخرش هذه هذه الاولانيه اللي نخدمو ايه يعني عارف زعما شتك هذاك النهار شويه بانيكي شويه خلاص خطر لي بعد يعني هذا كيشتكي شتا عينيك يلعبوا على بالي باش نعطيك شانات على 400 على 400 راح نبيع كام يو باش توقف تزيد لي في السوم 400 يا 400 100 ولا بس زيد لي 100 زيد لي 100 يا ودي لاباس لا زيد لي 100 ما تمسخر 100 وين خلاص ومن بعد وليت مسمار لا لا يا اخويا حقي مسخر تدي 50 مليون ولا ندي 100000 تبيع الهواء ب 200000 لاباس روح روح لاباس هذيك علاش نص عرني في السوق انا ما تطوليش بقى دير لي في الخلاص بشنو 10 دقائق انا نلبس في السوق انا نطلع للرشيد ومن ثمك نروح للسوق ديرك خلاص خلاص يوم بعد وي وي ما تفضاش اه لازم لك تبيع النحاس بالذهب كما شفتوا صاحبنا حب يبيع السيارة تاعو بصح البيع من الأساس تاعو راح يقوم على الخداع والمكر وراح يستغلوا مشتري هذا يسموه في الدين نتاعنا بيع النجش وهذا البيع وش معناه معناه يجي شخص يمد سومة ويمد سعر ما هوش حاب يشري بصح حبك باش يطلع السعر ويطلع في السومة طبعا هو متفاهم مع البائع باش البائع يدي أكبر سعر وأكبر قيمة لهذه السيارة هذا النوع من التعامل منهي عليه في الدين لأنه قائم على الخديعة وعدم الوضوح يعني هذا حبوا هذه المزايدة اللي هي في الأصل مشروعة حابين يتطوعوها ويدخلوا فيها الغش باش تكون لصالحهم دائما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا السلوك اللامتحذر فجاء في الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا إذن الهدف هو أن نكون عباد الله إخوانا كما جاء في الحديث لأن مثل هذه التصرفات راح تفسد العلاقات وتدخل الناس في خصومات وراح ناكلوا أموال الناس بالباطل وبغير حق هذا بالنسبة لموضوع اليوم موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون شوف نقول لك حاجة أنا نجيبه من الآخر أنا عييد ديجا راك جيت قلقتني كنت دبر راسك شوف أنا غدوة ما نسحقهمش نسحقهم اليوم نقدر نعطيك على بليش أنا 5 دقائق ونخرج معاك برب بالك دبر راسك